ماذا يعني كل ذلك بالنسبة لنا؟ هو ده السؤال اللي الناس كلها بتسأله. طيب العالم داخل في ركود أو قد يدخل في ركود، ده بالنسبة لنا احنا معناه ايه؟ الدكتور عمرو حسنين الخبير الاقتصادي ورئيس شركة مارس للتصنيف الائتماني. دكتور، يعني أولا رأيك ايه، ويعني وأنت مطلع على ما يحدث في العالم، من رأيك ايه في كل التوقعات السوداوية دي، ركود وستاكفليشن وداخلين في ريسيشن، يعني كيف ترى كل هذه التوقعات؟ أهلا بك يا أستاذة لميس، وأهلا بضيوفك الكرام. الحقيقة أنا عايز أبتدي أقول لحضرتك الأول إنه ما فيش يوم بيمر إلا وفيه مقالة أو أكتر عن مصر في الصحافة الدولية. مصر موجودة وبشدة، وكمية توقعات كتيرة جدا بتتحط بالنسبة لمصر بالذات واتجاهاتها رايحة على فين. ابتدي الاول اتكلم على التوقعات العالميه. بس ده معناه ايه يا دكتور؟ يعني هذا الاهتمام العالمي بمصر، لانها ليه في رايك؟ مصر، انا ليه بقول الجمله دي؟ لانه ناس كتيره بتعتبر ان مصر خارج الخريطه، وده مش مظبوط. مصر موجوده وبشده، مصر موقعها استراتيجي، مصر لاعب مهم، وزي ما بقول لحضرتك كل يوم في مقالة عن مصر. أنا أعتقد أن مصر من أكثر الدول اللي بيطلع عنها مقالات وتحليلات في الصحافة العالمية. كل يوم في حاجة زي كده. أنا عايز أقول أنه علميا أي حد يقول أنه عارف السعر الحقيقي للدولار يبقى كام، يبقى ده كلام مش دقيق، وكلها تكهنات وتوقعات. حتى الصحافة العالمية وحتى المقالات التحليلية كلها تكهنات وتوقعات. التوقعات في حدود 21 الى 23 جنيه للدولار، والاهم من كده التوقع ان يكون التحرك تدريجي زي ما حضرتك قلتي، وليس بطريقه حاده. يعني مش متوقع اننا نشوف النطاط الجامده اللي كنا بنشوفها دهيه، لا، هيبقى التكهنات كلها والتوقعات انه يبقى تحرك تدريجي. طيب نتكلم على الوضع العالمي. الحقيقه الوضع العالمي ده كان معروف من سنة، اللي هو من سنة الكوفيد. من ساعة ما كنا بنعاصر موضوع الكوفيد الإنتاج قل بكتير، مصانع وشركات كتيرة توقفت أو قل إنتاجها، وكانت هناك طبع للدولار ولليورو بشدة في أمريكا وأوروبا. فكنا كلنا كاقتصاديين متوقعين أنه نتيجة طباعة النقد اللي حصل في أثناء سنة الكوفيد فلازم هيحصل تباطؤ في الاقتصاد العالمي، أكيد ما فيهاش كلام. زاد على كده بقى الحرب الروسية الأوكرانية والمشاكل اللي أوروبا داخلة فيها مع روسيا، والحسابات كلها بتقول إن أوروبا ستشهد أحداث غير مسبوقة نتيجة مشاكلها مع روسيا، فده بيفاقم الموضوع، بيزود الموضوع. الحقيقة أنا مستغرب من الردود الفعل العالمية مثلا لصندوق النقد وغيره، لأنه إحنا كنا عارفين دايما أنه التضخم والركود أقل فترة لازم ياخد دورة، لازم ياخد دورة بتاعته، وأقل فترة للدورة بتاعته بتبقى سنة. فلما بنلاقي أنه الناس متوقعة أنه في خلال أشهر أو أسابيع قليلة انه يتم معالجه التضخم ويتم التعامل مع الركود، لا، هو بياخد دورته ولازم ياخد الدوره بتاعته كامله، واقل حاجه من سنه الى سنتين. فحضرتك متوقع حاله إيه؟ يعني الركود ده بيحصل، يعني تعريفه العلمي ايه؟ انه مرتين ربعين من السنه بيحصل تراجع في الناتج القومي المحلي. على الاقل ربعين، يعني فدي ساعتها الدوله دي اقول انها الآن هذه الدولة دخلت في حالة ركود. وعبال ما تخرج من الركود ده هو احنا محتاجين كمان سنة، يعني من نص سنة إلى سنة، فأقل حاجة من سنة إلى سنة ونص عشان نخش في حالة الركود ثم نخرج منه. فده أنت بتكلمني لحد نص 24 يعني. بالظبط كده، بالظبط كده. طيب. هي ده الدورات الطبيعية بتبقى كده.